ويقول حفظك الله: وهل يسمى ذكر الطفل بما يكره يعد غيبة لهذا الطفل؟ يقول: وهل تسمية أو ذكر الطفل بما يكره هل يعد غيبة له؟ ما تجوز الغيبة لا للطفل ولا للكبير، تنقص الناس ما يجوز، لا للأمثال ولا للكبار. نعم، والطفل ما له حق. نعم، الطفل هو أولى بالعطف، لأنه ضعيف، هو أولى بالعطف والرحمة. نعم، التربية الحسنة. نعم.